مغربي كيخطب وكيتزوج من بعد 5 سنين، هاد الوقيته كامله غير باش يجهز الدار. مرجان سهله عليكم، شن طن باك فيه ثلاجه، التلفازه لي 32 بوس، ماكينه صابون 9 الكيلو ب 4999 درهم، ومعها بونداشا ديال 100 درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمام. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناه شوف تي في. يبدو ان الامين العام للامم المتحده بان كي مون فقد بوصلته واصبح لا يعرف حدودا لمهامه كامين عام لهذه المؤسسه الدوليه، وبات يتجاوز مهامه وحتى القوانين المنظمه لهذه المؤسسه مره تلو الاخرى، وفقط في حق المغرب بعد زيارته لتندوف والجزائر التي فضحته وفضحت معه اعداء الوحده الترابيه للمغرب. انزلاقات بان كي مون مستمرة وهجماته على المغرب لا تنتهي، فقد سرب أخيرا في استهداف خطير للمغرب رسالة وجهها للملك محمد السادس. المحلل السياسي حسين عبوشي أكد في تصريح لقناة شوف تي في أن تسريب الأمن العام للأمم المتحدة تصرف للرسالة تصرف آخر يبين سوء نية بان كي مون ومحاولته الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ موقف عدائي تجاه المغرب. نستمع لتصريح عبوشي كاملا بهذا الخصوص، نتابع. بالنسبة للسلوك الأخير للسيد بان كي مون، يعني لا يمكن قراءته إلا في إطار السلوكات السابقة لبان كي مون، يعني بدءا بمجموعة من المواقف التي لم يعلن عنها صراحة من خلال التقارير التي كان يعدها في أبريل من كل سنة لمجلس الأمن، وصولا إلى زيارته للتندوف وإلى بئر الحلو، وإلى تصريحه بمصطلح وتصريحه بأن المغرب بأن هناك دولة احتلال، بأن هناك احتلال في المناطق الأقاليم الجنوبية، وصولا كذلك إلى رفعه راية النشر وإلى انحنائه أمام ما يسمى على ما يسمى بجبهة البوليزاريو، وهي الغير معترف بها وليست عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي التسريب الأخير لبان كي مون، تسريبه لرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة، هو يأتي في هذا السياق، يأتي في تراكم يعني الموقف الذي أصبح يبدو بأنه يأخذ منحى عدائي، يأخذ منحى عدائي، وهذا منحى خطير يمكن أن يتخذه العلاقة مع هذا الشخص أو مع بصفته أمين العام للأمم المتحدة من خلال تسريبه لرسالة موجهة إلى جلالة الملك. وبالتالي فهذا التسريب يعني فيه ما فيه، يعني يخفي ما يخفي من مواقف مسبقة ومن مواقف عدائية ومن مواقف يعني صارمة تجاه المغرب. وبالتالي فهذه يعني ما أكدته الوزير المنتدبة هو صحيح، لأنه يأتي في إطار المواقف العدائية، والأعراف الدبلوماسية للأمم المتحدة تقتضي أن يكون هناك نوع من السرية، يعني أن رئيس الدولة أو الذي وجهت له الرسالة هو الذي له الحق في إنشاء يعني أن يصرح بمضمونها، لأن هو المعني بمضمونها. وبالتالي فتسريبه للرسالة التي يعني قدم ناطق رسمي باسمه بعد تفاصيلها، هو يأتي في هذا السياق، في سياق الموقف العدائي من الموقف المبدئي. الآن أصبح يتضح بأن بان كي مون له موقف مبدئي من القضية الوطنية، وهذا الموقف المبدئي يصرفه بطريقته ويأتي فيه سياق تأزيم الأوضاع أكثر مما يأتي في سياق يعني إيجاد حل للمشكل الذي كان أمين العام للأمم المتحدة سببا فيه، والذي يعني سيضيع الكثير من الوقت، سيضيع الكثير من الوقت لإيجاد حل توافقي وسلمي بناء على قرارات مجلس الأمن. وبالتالي الآن أصبح يتضح بأن الأمين العام للأمم المتحدة يسير في اتجاه معاكس لمجلس الأمن، يسير في اتجاه معاكس لمجلس الأمن ويمارس كل الضغوطات من أجل أن يتخذ مجلس الأمن يعني أنه موقفا يعني يسير في اتجاه العداء ضد المصالح المغربية في أقاليمه الجنوبية. باعتبار المواقف الأممية تقتضي السرية التامة، وباعتبار كل تجاوزات بان كي مون وانزلاقاته، وباعتبار أيضا أنه لا ينزلق إلا إذا تعلق الأمر بالمغرب، وفقط أنه يكتفي بالقلق في الملفات الأخرى ومهما كانت درجة خطورتها، يتضح جليا أن بان كي مون وفي تغيير خطير في مواقفه يسعى جليا لمعاداة المغرب وإشعال المنطقة بإعاز من أعداء الوحدة الترابية للمغرب. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.